السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في الجزء الثاني النهارده من ان انت ازاي تاهل نفسك لسوق العمل كخريج علوم او كطالب علوم. احنا وقفنا المره اللي فاتت عند ان انت تاخد الجوده، تاخد ايزو مثلا، نظم الايزو ازاي تطور نفسك فيها. احنا النهارده هنكمل على جزء الجوده، الجوده بتاعتنا النهارده هنتكلم على حاجه اسمها الجي ام بي. الجي ام بي دي اللي هي الممارسات التصنيعيه الجيده للصناعات الدوائيه. دي حاجه مهمه جدا في التصنيع الدوائي، فلازم نكون احنا على قد اللي هو سوق العمل ونأهل نفسنا كويس عشان لما نخش مثلا المصانع الادويه نكون ناس نسبة نفسنا. عندك ايزو 14000 واحد، دي ممكن تقدر تستخدمها كمان وتقدر ان انت تاخد فيها كورسات بحيث ان هي تطورك وتأهلك لسوق العمل. عندك بعد كده نخش في الطب الشرعي. الطب الشرعي من اهم الحاجات اللي كطالب علوم او كخريج علوم بتقدر تشتغل فيها، والتزييف والتزوير وكل مجالات الطب الشرعي، غير ان انت ممكن تقدر تطور نفسك فيها بان انت بس بعد ما هتتخرج، لانها هي بتشترط البكالوريوس بتاعك ان انت بتاخد في كلية الطب دبلومة الطب الشرعي، وبتأهل نفسك ان انت تبقى داخل مصلحة الطب الشرعي كراجل علوم، كراجل خريج علوم، وتقدر تشتغل في مصلحة الطب الشرعي. بعد كده معالجة المية. معالجة المية موجودة، محطات معالجة المية في جميع أنحاء الجمهورية زي ما بيقولوا، بس أنت لازم تكون على قدر إن أنت تقدر تشتغل فيها. مش لازم تكون إن أنت كيميائي أو مثلا خريج مايكروبيولوجي على قدر الكفاءة. فلازم يكون إن أنت مش شرط بس إن أنت تبقى تكون واخد كورس مثلا إزاي تقدر تتعامل مع أو تعالج المية أو تحلية المية، بس لازم تكون معاك حاجة اسمها إن أنت تنزل تتدرب عمليا وتشوف ازاي اصلا الميه اللي هي ميه البحر بتتحول وبعد ان انت تضيف عليها الشابه وتضيف عليها الكلور لان هي ميه شرب كويسه. تمام. بعد كده ان احنا هنخش على التدريب العملي. التدريب العملي اوعى تستهتر بيه. التدريب العملي اللي هو مثلا يكون معاك من اولى كليه وثانيه كليه وثالثه كليه لحد ما تتخرج. اول لما تنزل تدريب عملي لازم تاخد بالك منه، ما تطنشوش مثلا، او ممكن تروح مثلا الشركه فتطنشه وما تاخدش بالك منه، او يدوك معلومات ترميها. اوعى ترمي المعلومات او ترمي اي معلومه بيديها لك المحاضر اللي موجود في الشركه دي، لان انت لو رميتها تبقى انت ضيعت على نفسك كميه فوائد رهيبه جدا من معلومات، من خبرة موجودة عنده. يعتبر الشهر اللي انت بتخش فيه ده كأنك دخلت خبرة عملية، كأنك دخلت شهر خبرة قعدت تشتغل وخدت منه الخبرة كلها وخدت منه المعلومات. فمثلا لو انت مثلا في المنوفية، فمش عارف هتروح تتدرب فين او تروح الدنيا ماشية هتمشي معاك ازاي. لو انت في المنوفية روح مثلا شركات القطاع العام. القطاع العام مش هيقدر يقولك فيه مشكلة، لان المشكلة في القطاع العام هيقدر يساعدك ان هو يقدر، مش هتبقى فيه مشكلة مثلا من الناحية اللي هو السيفتي اند هيلسي والكلام ده. فممكن مثلا لو انت في المنوفية هتروح تتدرب في شركة طنطا للزيوت والصابون. عندك شركة، دي الشركة دي مهمة جدا، من اعظم الشركات اللي موجودة في طنطا. تمام. موجود في شركة في كفر الزيات، شركة كي زد للمبيدات. عندك الشركة المالية للصناعات الاسمدة. عندك كذا شركة موجودة قريبين جدا منك حكومة. عايز تخش بقى ومعاك مثلا واسطة او معاك مثلا حد يقدر يعمل لك اللي هو انفيتيشن مثلا، او اللي هو يقدر يضمنك مثلا في الشركات الخاصة مثلا معاك في السادات، مثلا معاك شركة ايفر برو، معاك حديد عز، معاك كذا مصنع هناك. فلازم ان انت تتدرب عملي. التدريب العملي من اهم حاجة موجودة عندك في الكلية، وما ترميش اي معلومة، لان كل معلومة انت بتستفيد منها
الدبلومات اللي انت ممكن تقدر تاخدها بعد الكلية مهمة جدا، بتأهلك لسوق العمل بصورة احسن وبصورة اوسع. كمان ان انت ممكن تقدر الكورسات اللي انت زي ما قلت الفيديو اللي فات، الورش العمل، ورش العمل دي مهمة جدا. ما تسيبش ورشة عمل لصناعة معينة، سواء صناعة الأدوية، سواء صناعة الأغذية، سواء أسمدة، من غيرها من الصناعات اوعى تسيبها، لان دي بتأهلك لسوق العمل، بتعرفك ازاي ان انت تخش تشوف سوق العمل، عشان ما تبقاش تفكيرك قاصر على المعامل التحاليل. ومعامل التحليل زي ما احنا قلنا الفيديو اللي فات مجال كبير جدا، وان انت تبقى تشتغل ميديكال ريب. ربنا يوفقك ويوفقنا. السلام عليكم.